قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ومصداق هذا ما يشاهده الناس من تغير أحوال من يرون، فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم، أصبحت وزهرها يابس هشيم. فبين ترى الرجل من أهل الخير والصلاح، ومن أرباب التقى والفلاح، قلبه بطاعة الله مشرق سليم، إذا به انقلب على وجهه فترك الطاعة وتقاعس عن الهدى. وبين ترى الرجل من أهل الخنا والفساد، وأهل الفجور والكفر والإلحاد، قلبه بمعصية الله مظلم سقيم، إذا به تحول إلى الطاعة والإحسان، وسلك سبيل أهل التقى والإيمان.